حبيبي، ما كنتش أتمنى أقولها لك في رسالة، بس أنت وحشني بجد، وأنا مقدرة موقفك ومش زعلانة منك، وعايزك أنت كمان تقدر موقفي. أرجوك اوعى تزعل مني، أكيد قريب ربنا هيثبت لك إن أنا كنت مظلومة. اوعى تبطل تحبني لحد ما الوقت ده يجي، وساعتها هنمسك إيد بعض ونخرج للعالم كله ونقول إننا بنحب بعض. بحبك قوي قوي. مالك قلبي؟ لا مفيش، الظاهر الالوان حرقت لي عيني. طب انت بترسم طول عمرك، ايه الجديد يعني؟ يا عم سيبك مني انا، انت مالك قافل كده ليه؟ اسماعيل بيمكدرني، والقضيه شكلها معقربه. هايدي ملهاش وجود، ونادر شكله ملوش في الليله، والفلوس بره مصر. هسحر انا؟ عمال يقول لي بقى دي رابع قضيه ما بتخلصش الا لما بديها لزمايلك. انا مش طايق نفسي علاء. معلش معلش يا ياسر. معلش ايه؟ وانا بقول لك حكيت العربيه وانا جاي لك. مالك يا ابني انت راخر النهارده؟ مفيش حاجه. فين اللوحه بتاعت صاحبتك؟ خلصتها. خلصتها؟ طب انا هموت واشوفها، هي فين؟ ارفع القماش الابيض هتلاقيها تحتي. طب ايه؟ ردت عليك في موضوع الجواز؟ رفضت. احسن يا عم فكك، شكلها وحشه خالص. دي اللي كنت مجننه عليها.